دجاج بالبروكلي. اولا محتاجين 3 صدور دجاج مكعبات متوسطه، كوب بروكلي، او طبعا انتوا اختاروا الكميه اللي انتوا عايزينها او حددوها زي ما انتوا حابين، بصله حمراء، 2 فلفل رومي احمر مكعبات، معلقه كبيره من الجنزبيل الفريش، معلقه كبيره ثوم مفروم، 4 معالق كبار صويا صوص، وزيت زيتون وملح وفلفل اسود. ده بالنسبه للدجاج بالبروكلي. نبتدي اول حاجه، عندنا شوربه كمان، هناخد كده زيت الزيتون اول بس ما يبتدي ايه يسخن معايا كده شويه، من غير ما يسخن جامد هنزل الفراخ. عمل صوت تش، فاحنا كده تمام. نديها كده ايه رشة فلفل اسود. عندي كمان ثوم، جنزبيل، بصل، هضيفهم دلوقتي، ولكن اطمن ان الفراخ اتشوحت برضو تشويحه محترمه كده الاول. احنا ممكن نبتدي في الشوربه كمان مع بعض، يلا بينا ننزل بمقادير الشوربه. شوربه البروكلي محتاجين بروكلي، زهرات البروكلي، الوردات او العيدان. الشوربه ممكن تتعمل بالعيدان بس على فكره، وممكن تتعمل بالبروكلي كله على بعضه، زهر والعود نفسه. محتاجين بطاطا مكعبات، والبطاطا دي اضافه من عندي، تقدري تخليها بطاطس اذا حابه، ولكن هي بتدي قوام كريمي وطعم لذيذ جدا. كرفس فرنساوي، جزر شرايح، فصوص ثوم 3 أو 2 زي ما تحبي، معلقه كبيره من الجنزبيل الفريش، بصله مفرومه، كوبايه بسله، و2 مكعب مرقه او مكعب واحد، او ممكن تشيل المرقه كلها مفيش مشكله. عندي زبده، وعندي كمان معلقتين كبار من الدقيق، جبنه شيدر اذا تحبوا تضيفوا جبنه ممكن تشيلوها، ملح وفلفل اسود. لسه بشوح الفراخ وهبتدي احط مكوناتي الاول على النار عشان اشوحها مع الزبدة. انا عن نفسي هشيل الدقيق لان عندي بطاطا وحاسه ان الدقيق هيتقلها لي بزياده، فممكن نشيل الدقيق خالص وكفايه البطاطا. عندنا فين الزبده؟ اخدتها. حط الزبده كده. هننزل بالبصل مع الزبدة. هنزل مع البصل بالبطاطا واشوح البصل والبطاطا مع بعض، والجزر. لسه مش هحط البروكلي دلوقتي. نرجع للوصفة الثانية. الفراخ بتاعتي هنا اتشوحت، هنزل بالبصل، ممكن نزود لها البصل شوية نديها طعم لذيذ. مع البصل هنزل بالثوم والجنزبيل الفريش، مش هنحط البروكلي على الفراخ دلوقتي خالص. ممكن ننزل بشويه من الفلفل ونحط بقيه الفلفل في الاخر.
هنزل بالصويا صوص وعليها شوية مية كمان. واسيب الفراخ شوية تشرب وتستوي مع الصويا صوص والمية الصوص ده بالشكل ده كده. طبعا ناخد بالنا ان الصويا صوص الى حد ما حادقة، فمش هنحط بقى ايه ملح. نرجع للشوربة بعد ما شوحنا الجزر والبطاطا والبصل بالشكل ده كده. نشوف عندنا ايه تاني ممكن نضيفه. عندي الثوم والكرفس، ومش هنحط المرقة كمان. ادي الكرفس والثوم، هحط البروكلي طبعا على حسب انتوا شغالين ببروكلي فريش ولا فروزن، هتفرق جدا في يعني في السوى. هو هنا مش هياخد مني وقت خالص. هنزل بالبسلة مكونات شوربة مغذية جدا، ممكن تبقى مش بروكلي صرف ولكن هو طبعا الهيرو لان طعمه بيكون واضح قوي. ممكن لونه ما يبقاش واضح قوي ولكن الطعم هيكون واضح جدا. نحط بقى المية المغلية ونسيب الشوربة على النار تستوي ونغطي الحل. نرجع للفراخ، اقدر دلوقتي احط لها البروكلي بالشكل ده. البروكلي نفسه بياخد من طعم الصويا صوص، بيبقى حلو قوي. شويه من الفلفل الاحمر، فاقدر ان انا تبقى دي وجبتي. واذا عايزين تضيفوا اي نوع خضار تاني تمام جدا، مفيش مشكله. اكله الوانها لطيفه لذيذه، فيها مكونات اعتقد ان الاغلبيه فيها صحي. وهتبقى خلصت كده. الطبق الاولاني كده اللي عملناه خلاص جاهز انه يتقدم، والطبق التاني الشوربه بس بيضربوها لي بالبلندر، بالهاند بلندر، وهنقدمها على طول. يعني موضوع بسيط جدا. والفلفل الاحمر، صويا صوص بقى بتدي طعم رهيب. هي بقى الحقيقه الفليفرز كلها فيها. نعمل العصير حالا. دي شوربة البروكولي، ناقص بس ان احنا نحط لها شوية ملح وفلفل وشوية الجبنة التشادر اللي قلتلكوا عليهم. لو حابين تشلوهم شلوهم، مش محتاجة انها تتقل بدقيق ابدا ابدا ابدا. مجرد تاتش من الملح والفلفل مع شوية الجبنة التشادر وهتبقى تحفة. لون البسلة بقى، القوام انا واخداه من البطاطا من الجزر. عايزين تخفوها شوية، خفوها بشوية مية بس، هي طبعا مغذية جدا. خفها كده بشوية مية صغيرين، وزي ما اتفقنا القوام الكريمي عندنا من البطاطا. تقدروا تبدلوا البطاطا بايه؟ بالبطاطس. نشيل كل الاشياء بتاعتنا، نغرف الشوربة
يلا بينا. الشوربه دي حلوه قوي، ويستحسن ان انتوا ما تصفوهاش، اضربوها كويس عشان تاخدوا كل الفوائد والالياف اللي فيها. هي وانس ان هي اتضربت كويس قوي مش هتحسوا باي قشور لاي حاجه، احنا ما عندناش اي حاجه فيها قشر الا البسله فقط.